إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خلق أرسله بعده على حين فترة من الرسل ينطمس من السبل، بصر الله به من العمى وهدى به من الضلالة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. إخوة الصائمين أخوات الصائمات، قبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. موضوع حديثنا الليلة هو تعليق على الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد والطبراني والحاكم. جاء الصيام فبشرى للجميع به، فأسعد كل صوم، ثم تسبيح، والمرء للفوز فيها رهن طاعته. اليوم صوم وبالليل التراويح. معاشر الأحبة، أولا يسعدني ويشرفني أن أزف إليكم التحيات والتمنيات لصيام هذا الشهر وقيامه، كما يريد الله سبحانه وتعالى أن أكون من الفائزين في هذه المدرسة الرمضانية السنوية المباركة، وأن أكون ممن صامه وصانه وعظم حرمة الله سبحانه وتعالى فيه. وللتعليق على هذا الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني كما قلت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أقول أن هذا الصيام فريضة وشعيرة كبرى من شعائر الإسلام، وأنه يرفع عنا سنويا تقريره إلى الله سبحانه وتعالى. فنرجو أن نكون من الفائزين في هذه المدرسة، وأن نكون ممن يشفع فيه الصيام، فهذه الأعمال تجسد يوم القيامة وتكون لها حقائق وتكون لها كيانات وشخصيات الله سبحانه وتعالى أدرى بحقيقتها تنطق. والله سبحانه وتعالى يقول في قضية الجلود التي تشهد: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالصيام يأتي يوم القيامة ليشفع لصاحبه، يقول: ترك من أجلي شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما، فشفعني يا ربي فيه، فقد ترك شهوته من أجلي فيشفع. والقرآن كذلك كما تعرفون شافع مشفع وماحل مصدق، وقد أتت في فضله آثار ليست في بحملها أسفار. جاء النبينا الأواه حملة القرآن أهل الله كما يقول ابن برين، لأنه كلامه المرفع وجاء في شافع مشفع. هذا القرآن ينطق علينا بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أحصيناه في كتاب مبين. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالقرآن ينطق علينا بالحق وهو شاهد علينا، وكما صح في حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وفي صحيح مسلم: كل الناس يغدو، الحديث أوله: أطهر شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماوات والأرض، وصلاة نور وصدقة برهان وصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. هو إما يكون حجة لك وعليك، إذا كان حجة لك فإنه سيشفع فيك، وهو ماحل مصدق كما قلنا وشافع مشفع، إنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع. علينا أن نتعاهد القرآن ونتعاهد الصيام بالعناية والرعاية اللازمين، وأن نستحضر الموعود والثمرة المتوخاة من وراء هذا الصوم، وهو التقوى وحصول الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى.
وما منا إلا ويحتاج أن يكون له شفعاء، فما بالكم إذا كان هذا الشفيع هو القرآن والصيام. ما شاء الله الأحبة، الصيام والقرآن يشفعان، فعلينا بهذه المناسبة أن نعرف للقرآن حقه من تلاوة وتدبر وترسم لتعليماته، أن نقيم حدوده وحروفه، أن نؤمن بمتشابهه ومحكمه، أن نطبق ما جاء فيه حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. علينا أن لا نجعله وراء ظهورنا، وأن نترسم تعليماته، وأن نتتبعها حال القدة بالقدة، وأن نعرف أنه هو السبيل إلى الله سبحانه وتعالى الأقوم، في نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل، ليس هو الجد ليس بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل، من قال به حكم ونص دعا إلى صراط المستقيم، ومن قال به صدق، ومن افتغى في الهدى في غيرها ضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله، والذي لم تنتهي الجن إذ سمعت قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل سبحانه وتعالى حكاية عن معشر الجن: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالصيام شهر رمضان ظرف لهذا الكتاب، فيه نزل، فنزل في أقدس بقعة، ونزل به الروح الأمين على قلب أفضل رسل الله، ونزل على خير أمة أخرجت للناس. القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، إن هذا لهو القصص الحق، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، الذي أنزل الكتاب على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ففي هذا الشهر ينبغي أن نتعهد هذا القرآن تلاوة وتدبرا وقياما، حتى نكون ممن تشملهم شفاعة هذا القرآن، ويكون لنا لا علينا حجة لنا لا علينا. فلما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل في هذا الظرف، كانت في تلك القصة إشارة إلى ضرورة ترسمه وتلاوته وتتبع أحكامه، خاصة في هذا الظرف المبارك الذي هو شهر رمضان، شهر الرحمات والبركات والنفحات، حيث تتضاعف القربات، حيث تتنزل البركات، ويقبل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فنرجع إلى الحديث مرة أخرى لنقول: الصيام والقرآن يشفعان. فيقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب. ويقول القرآن: منعته القيام، فيشفعان فيشفعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن شملته هذه الشفاعة، وأن يجعلنا من المتقبلين، جعلنا ممن صام هذا الشهر وصانه وعظم حرمة الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يعيده علينا وعليكم سنوات عديدة وأزمنة مديدة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إلى هذا الحد أنهي معكم هذا الحديث، على أمل اللقاء بكم في سانحة أخرى. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.